لك يا عبد الله إذا ساهمت بهذه المساهمات؟ هذا الوقف الذي أين هو؟ في أشرف مكان، في مكة المكرمة. ولذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله أن تعظم المكانية والزمنية الاثنين. الاثنين نعم. فكيف إذا كان اجتمع الزمن والمكان؟ الصدقة في هذا الشهر الفضيل التي يضاعف فيها الحسنات، ها، وأيضا في مكة المكرمة العمل فيها والعبادة فيها، الصلاة فيها بمئة ألف صلاة. زمن ومكان والري على الناس، يعني على الإسلام والدعوة إلى الله. نعم. ومن أحسن قولا ممن دعا، يعني يدعو الله بك، بلغوا عني ولو آية، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فضل العلم، فضل الدعوة، فضل التبليغ. فأقول الوقف، الوقف ترى له باب من أبواب الفقه وباب من أبواب الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الوقف عندما دخل، يعني عندما كان بيرحاء حديقة مقابل للمسجد النبوي، كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يدخلها ويأكل منها ويستظل بظلالها. فلما نزل، ها، في طريق المدينة بئر روح. نعم، لأبي طلحة. نعم. فلما نزل قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لا بد أن تنفق مما تحبه أنت بصدق. بصدق، يعني مو الواحد ينفق من، يعني من، يعني مثلا شيء يقول هذا من الكماليات، نعم شيء طيب، لكن الإيمان الحقيقي أو الإيمان الصادق أن الإنفاق من لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يقول أبو طلحة فأتى إلى المسلم فقال يا رسول الله هذه بيرحاء أخرجتها لله في سبيل الله، تبرع بأجمل من أجمل. نعم. فقال أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، فقال أرى أن تجعلها في أقاربك، يعني الفقراء منهم، فأوقفها عليهم.